نحن الآن في داخل معبد غارني التاريخي. هذه الأجواء في غارني اليوم. الآن بدأ المطر. مطر قوي. معبد غارني التاريخي في أرمينيا عزيزي. هذه إحدى الأماكن التاريخية والسياحية التي نزورها في خلال جولاتنا السياحية. أبو فيصل وين راح أبو فيصل؟ راح جدًا. لا لو داخل هنا أنا. هذه الأصوات اللي تسمعوها أصوات الرعد، لا تخافون. مطر قوي. معبد غارني ما أريد أتكلم لكم عنه هسه الآن في اللحظة. عندي تقرير مفصل عن هذا المعبد بإمكانكم أن تتابعونه على اليوتيوب. اكتب على اليوتيوب أسرار معبد غارني التاريخي شارحة قرارات في السياحة وتابع التقرير مفصل. محمد لو تضغطوا كلمة سبسكرايب على اليوتيوب أسفل كل فيديو يطلع كلمة بالإنجليزي مكتوب سبسكرايب، أضغط عليه. إحنا تقريبا عندنا تقارير يوميا عن السياحة في أرمينيا، جولاتنا نصورها، ممكن تتابعوها. عندما نشر تقرير وأنت مسوي سبسكرايب أو اشتراك يقصد به وتضغط علامة الجرس الموجود يمه، وهذا يجيك إشعار بأنه قرارات للسياحة حمل للإنترنت أو لليوتيوب فيديو جديد أو تقرير جديد. بهالشكل تقدرون تتابعونا وإحنا نكون لكم شاكرين إذا تابعتونا واشتركتوا في قناتنا. هذا هو الجانب الخلفي لمعبد غارني. وهنا الجانب الأيسر للمعبد. أريد فقط أذكر هنا في الملاحظة أحيانا يطلبون من عندنا باكيج لزيارة أرمينيا، فنعمل الباكيج نرسله لهم، يشوف بمكتوب معبد غارني يقول عزيزي احنا ما ندور معابد، هذا المعبد، هذا هسه هذا المعبد، هذا قضية معبد، هو مو معبد، كان معبد. المعابد انتهت، تاريخ المعابد في أرمينيا، وأرمينيا تحولت إلى دولة مسيحية، أول دولة بالعالم تعتمد الديانة المسيحية، هدمت كل المعابد الوثنية وبنيت فوقها، فوق المعبد الوثني بنيت الكنائس إعلانا لانتصار المسيحية على الوثنية. فهذا بقى
معلم تاريخي، يعني عندما نزورها نزورها كمعلم تاريخي. وسواحنا اللي يتفلسفون يقول لك ما اريد المعبد، عندما يزور اندونيسيا او ماليزيا او ما اعرف وين هناك غير المعابد ما اعتقد راح يشوف. فخلي شويه التفكير يكون منطقي. هذا البناء هنا شامخ من قبل 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة، في القرن الأول قبل الميلاد. إذا كان معبد أو كان معرفين، يعني لما نسمع 2000 سنة قبل الميلاد إحنا راح نزور نشوف قبل 2000 سنة إيش كان الأعمار. هذه الهندسة كانت قبل 2000 سنة. هسه شوي خليت بعد، أكو احتمال بعض المتابعين ما شايفيها. هذا هو معبد غارني التاريخي. هذا كان بمثابة حصن دفاع.